إذن سي بارتي بور لا سيتيام كورس انطلاق جائزة ألبينا خيول عربية بربرية 4 سنوات فما فوق 1700 متر هي مسافة هذا المسابقة. انطلاقة جيدة لجميع المشاركين، صعود لرقم 5 من الجهة الوسطى حرفين رفقة الركيب ميمون المازوز، الصف الأول رقم 4 فريق فريد وحمد أنك انطلق بقوة في بخومييغ بلاس، نيميرو 4 فريق بلاس دوزيام بلاس رقم 5 حصيل رفقة الركيب ميمون المازوز، تخوازيام بلاس رقم 20 رفقة الركيب الحلاوي رفقة الركيب يصعد من جانب رقم 12 حارسات من جهة الحاجز رفقة الركيب إشي بو عروة، رقم 4 5 حصيل ورقم 4 تشبتين بمراكز المقدمة كيتنافسوا الآن بقوة. نيميرو 4 نيميرو 5 فيني ديا المرتبة الأولى في الصف الثالث كانت محاولة للصعود لرقم مجموعة خيول من بينها رقم السعود حفير رفقة الركيب إسماعيل وزيد، كذلك محاولة للصعود لرقم 16 المرسول رفقة الركيب الخياط اليمني، وكذلك رقم 20 الآن فريج اللي كيحاول ينطلق بقوة من الجهة الوسطى، رقم 5 الآن في الصف الأول نيميرو 5 حاصيل رفقة الركيب ميمون المعزوز في الصعود، كذلك من الجهة الخارجية محاولة للصعود لرقم 13 هيام رفقة الركيب عبد الواحد تهرب، ومحاولة للصعود لرقم 4 فريق الآن كيجي في الدوزيام بلاس تراجع الآن للصف الثاني بعدما كان ولد في بخومييغ بلاس كيمشي الآن نيميرو 5 في الصف الأول، الآن الصف الثاني صراع ما بين كل رقم 13 هيام ورقم 4 فارق في الصف الرابع كتب محاولة الصعود من جهة الحاجز رقم 7 فوسفورة رفقة الركيب والحاجة يتحدان نقيب وصول المطاف الأخير في هذه المسابقة، باقي رقم 5 حصيل في بخومييغ بلاس لكن الأمور صعبة، ضغط قوي ديال مجموعة ديال الخيول من بينها رقم 13 هيام وكذلك رقم 4 فارق دون أن ننسى من جهة الحاجز رقم 15 دوني كنطلق بقوة رفقة الركيب إسماعيل العلة، وباقي رقم 5 في الصف الأول لكن الأمور صعبة جدا بالنسبة لميمون معزوز في ظل الصعود القوي لمجموعة خيول رقم 4 فارق، وكذلك محاولة الصعود رقم 13 هيام الصف الأول بين نيميرو 5 نيميرو 13 نيميرو 4 في الصف الأول كيجي للصف الأول رقم 4 فارق في الصف الأول كيتجاوز 5 كيطلق بقوة في بخومييغ بلاس رقم 4 فارق بالفعل الفوز ديال رقم 4 فارق بهذا السباق 4 14 ثنائي المقدمة ورقم 12 في الصف الثالث، فوز مثير لرقم 4 فارق ليتمكن من التغلب على مجموعة الخيول في الأبطال الأخيرة من هذه المسابقة، وكيتغلب على رقم 5 بالخصوص 5 حاصيل اللي ما تمكنش من الحفاظ على المرتبة